طب السؤال التاني، بس المفروض ان في حاجة كده بدعي ربنا بيها بقالي كتير جدا، بقالي سنوات يعني. بس انا اسال، يمكن تكون الحاجه يا رب زوجني فلان، والله اعلم من خير فيه ولا في غيره. هو الزواج بشكل عام، ايوه، يعني الزواج لا باس، لكن تنص على فلان الله اعلم الخير فيه او في غيره. الزواج بشكل عام، فانا بس بسال حضرتك ازاي اجمع بين ان انا افضل الح على ربنا بالدعاء وان انا ما ايأسش وانتظر الفرج يعني، وفي نفس الوقت ان انا ما ابقاش بطلب الدنيا او ان لا انا لا، ما في مشكلة في هذا. احنا هل طلب الدنيا حرام؟ أليس من دعاء الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ألم يقل موسى عليه السلام صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة؟ ما في مانع من سؤال الدنيا والآخرة. بارك الله فيك.